حرفيا ضربني وبكى وسبقني واشتكى. النهارده انصار الممثل العالمي جوني ديب لسان حالهم بيقول ولابد من يوم محتوم تترد فيه المظالم، ابيض على جوني ديب واسود على امبر هيد. طبعا قضية امبارح او خلال ساعات الليل اسد الاستطار على قضية شغلت الرأي العام العالمي لفترة طويلة جدا جدا جدا. احنا هنبدأ مع حضراتكم من بداية القصة خالص. اللي حضراتكم شايفينه ده طبعا وجه معروف، ده جوني ديب، ممثل عالمي مشهور من ممثلين هوليود، واحد من اعلى الممثلين اجرا في العالم، واحد من غناه، عنده جزيرة من في جزر البهاما ملكه هو لوحده. ده دوره في سلسلة قراصنة الكاريبي اللي كان يعتبر من أشهر سلاسل أفلام الأكشن الكوميدية في العالم، واحد من أشهر الممثلين في العالم. دي طبعا امبر هيد، طبعا حضراتكم شايفين واحده كيوت وجميله، وزي ما حضراتكم شايفين دي ممثله عندها 36 سنه، واحده كمان من اشهر الممثلات في العالم، ومن اشهر كمان اللي نقدر نسميهم نشطات في مجال المراه او اللي بيسموهم عندنا فيمينست. دي برضو امبر هيرن، طبعا الجمال ده كله، دي كانت بتكتب مقالات رأي في واشنطن بوست. هي سنة 2012 قابلت جوني ديب في فيلم، حبوا بعض، وعدوا بعض سنتين، وعدوا بعض يعني مشوا مع بعض بدون زواج، اللي هو بيسموها زي ما بيسموها باللغة الدارجة عندنا، يعني مشوا ليها لفظ كده معين. المهم ان هم مشوا مع بعض فترة بدون زواج سنة 2012. 2013 قرر يخطبها واتجوزها في 2013. 2015 بعد 15 شهر زواج طلقها، والست العسلية الحلوة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي راحت خدت عليه حكم بمناصفة او مناصفة لثروته، وخدت منه وقتها 7 مليون دولار امريكي كتسوية للطلاق، والمحكمة حكمت لها بالسبعة مليون. وفيما يبدو ان جوني ديب كان مظلوم، والفلوس دي كانت فلوس حلال لان هي هترجع له بعد شوية زي ما بنقول لحضراتكم. طبعا دي صور ليهم مع بعض، يعني حضراتكم شايفين الحب وشايفين الدلع وشايفين الرومانسيه، راجل قمه الرومانسيه والست سند عليه اهو. طبعا كلنا او كل البنات لما بيشوفوا الصور دي بيقعدوا بقى يقولوا هاح والكلام ده كله، وحاجات بقى رومانسيه وحاجات جميله، ويا بخته ويا بختها، وياما تحت السواهي دواهي، وياما الهدوم بالداري، واللي تحسبه موسى يطلع فرعون حرفيا. يعني دول برضو صورة ليهم هما الاثنين، بس هي هنا مبتسمة عشان قدام الكاميرا، بس فيما يبدو ان الاخ جوني كان لسه واخد على دماغه في الصورة دي، فظاهر ان هو مكشر شوية. دول برضو هما الاثنين مع بعض. مدام امبر هيرد راحت كتبت مقال في صحيفة واشنطن بوست، وقالت ضمن كلام المقال ان هي بتضرب نفسها كمثل للي تعرضت للعنف الاسري. هي كانت مطلقه فعايزه تقول يا جماعه العنف الاسري وحش، وعشان ما تعيشوش اللي انا عشته، وانا عشت في عنف اسري. فالراجل الجميل ده اللي هو جوزها قال ازاي عاشت في عنف اسري، وراح رافع عليها قضيه تعويض، وقدم ادله للقضاه ولهيئة المحلفين. طبعا القضية دي حظيت بمتابعة عالمية، العالم كله كان بيتابع جلسات القضية دي، لأن حصل فيها فضايح بكل ما تحويه الكلمة من معنى، تسجيلات ورسائل صوتية وإيميلات كانوا بيبعتوها لبعض. أنا مش فاهم إزاي زوجين بيبعتوا لبعض إيميلات، بس ممكن نبقى نفهم بعدين. رسائل وإيميلات وإصابات وشهادات، وطلع الموضوع كبير جدا جدا جدا، وصلت إن اللي حضراتكم شايفينها دي كانت بتضرب الراجل الطويل العريض دوت اللي عامل سلسلة أفلام أكشن، وكان بيطلع على السفينة يكسرها هو لوحده. الأنسة دي اللي عندها 36 سنة كانت بتضربه، وفتحت له صباعه بإزازة فوتيكا مرة، مسكت إزازة فوتيكا مرة ضربته بإزازة فوتيكا، فتحت له صباعه حرفيا وعطلته عن التصوير، وكانت بتضربه أقلام وبتضربه شلاليت. والراجل يا عيني انفجر قدام القاضي وحكى اللي كانت بتعمله الست دي، وهي عجزت عن إيه، إن هي تثبت إن الراجل ده كان بيمارس معاها أي عنف أسري. بالعكس يا عيني الراجل طلع مظلوم، والرجالة غلابة ومظلومة، مين الراجل طلع مظلوم وما كانش يا عيني بيده حاجه، وهي كانت بتحط عليه وبتضربه وبتفتري عليه
كسرت ازازه فوديكا على صباعه وكسرت له صباعه، ضربته اقلام، ضربته شلاليت، بهدلته، وفي الاخر راحت قالت ان هو بيعمل عليها عنف اسري وانه كان بيعتدي عليها وانه كان بيسكر ويشم ويضربها، وطلعت هي اللي كانت بتسكر وهي اللي كانت بتضرب كوكايين، والمحكمه للاسف يعني بهدلتها. ده بقى سيبك يعني، ده هنا كده احنا هنا بنضحك اهو هنا حلوين، هنا بقى احنا في المحكمة وهي يعني بتحكي للقاضي، وزي ما حضراتكم شايفين كده تعبير وشها عشان تعبر عن العنف الاسري اللي تعرضت له من الرجل الطيب دوت، وطلع يعني الرجل ده هو اللي غلبان وهو اللي بتضرب، وبتضرب حرفيا، وكانت تضربه اقلام وبتضربه شلاليت وكسر على ايديه ازازة فوتك قبل كده، كانت مبهدلاه، كانت مورياه النجوم في عز الظهر مع انه كان معيشها معززة مكرمة في جزيرة في جزر البهاما. ده عنده جزيرة، ده متجوز دي مش متجوزها في شقة في فيصل، لا ده متجوزها في جزر البهاما، بيروحوا يقعدوا في جزر البهاما، بيروحوا باللانش ويقعدوا في جزر البهاما، دي الفيلا اللي هي ساكنة فيها، ومع ذلك ولا حمدت ولا شكرت ولا بست ايديها وش وظهر، دي كانت بتصبحه بعلقة وبتنسيه بعلقة، وده اللي اثبتته المحكمة فيما بعد. طبعا لا ده بقى عوض ربنا، هنرجع نتكلم عنه تاني. احنا نرجع تاني للمشهد دوت، جلسات كتيره جدا 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 للمحكمه بين جوني ديب و امبر هيرد، والمحكمه سمعت الاثنين واستدعت عدد كبير من الشهود، منهم الطبيبه النفسيه اللي كانوا بيروحوا لها هم الاثنين، والطبيبه شهدت في صف جوني ديب وقالت ان الست دي هي اللي كانت مفتريه وهي اللي كانت بتتعصب وهي اللي كانت تسيب الجلسات وتمشي. مديره طبعا عدد كبير من الشهادات، وخلصت هيئة المحلفين والقضاء ان الراجل ده مظلوم وان الست دي هي اللي كانت بيتعرضوا لعنف اسري وهو ما كانش عنيف معاها اسريا، وحكمت على الست دي ب 15 مليون دولار امريكي كغرامة. طبعا هو كان طالب 50 مليون دولار عشان هي اتهمته بالعنف الاسري، يعني ان هو كان بيضربها وهم متجوزين، فكان طالب اعتبر ان هي بتسوء سمعته وطلب 50 مليون دولار امريكي، لكن المحكمه رأت ان الكلمه في مقال كفايه عليها 15 مليون دولار امريكي، وهي كانت طالبه منه 100 مليون دولار تعويض عشان المحامي بتاعها قال ان هي لم تكن جيده معه، فاعتبرت ان ده سب وقذف، مع ذلك المحكمه حكمت لها ب 2 مليون دولار امريكي. عايز اقول لحضراتكم يعني جوني ديب بصراحه بعد ما المحكمه حكمت، يعني تخيل فنان عالمي ومشهور كل يوم يطلع او كل يوم دي تطلع في وسائل الاعلام تقول انه كان بيعذبها وانه كان بيضربها وان هي من الناجيات من العنف الاسري وان هي كانت بتتعذب بقى، والراجل كان بيشد ضوافرها وبيقلع شعرها وبيطفي السجاير فيها، ففي الاخر يطلع ان كل ده كذب والمحكمه تبرئه رسميا، فالراجل يعني ولسان حاله بيقول ولابد عن يوم مظلوم محتوم تطرد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. فالراجل طلع قال حرفيا منذ 6 سنوات غيرت حياتي وحياه اطفالي وحياه المقربين الي وكذلك حياه الاشخاص الذين دعموني وامنوا بي لسنوات عديده الى الابد، كل ذلك في غمضه عين، وتم توجيه ادعاءات كاذبه وخطيره وجنائيه الي عبر وسائل الاعلام، مما ادى الى وابل لا نهايه له من المحتوى البغيض، على الرغم من عدم توجيه اي اتهامات ضدي. لقد سافرت بالفعل حول العالم مرتين، وقال كمان بعد 6 سنوات اعادت لي هيئه المحلفين حياتي، وانا اعلم جيدا ذروه العقبات القانونيه التي سأواجهها والمشهد العالمي الحتمي في حياتي لم يتخذ إلا بعد تفكير عميق. عايز أقول لحضراتكم إن لو كان الحكم لصالح أمبر هيرد أو أمبر هيرد، لو كانوا فعلا المحكمة أثبتت إن هو كان بيعذبها، كان نهاية مستقبله حرفيا ما كانش حد هيرضى يشغله، وكان كل الناس هتقطعه، لأن حضراتكم عارفين حقوق المرأة في أوروبا يعني حاجة تانية خالص. قال منذ البداية كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، يعني الراجل راح رفع عليها قضية اتهمها بسب وقذف عشان يأكد للناس انه ما كانش بيعذبها، بغض النظر عن النتيجة قول الحقيقة كان شيئا أدين به لأولادي ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي، أشعر بالسلام لأعلم أنني قد أنجزت ذلك أخيرا. وقال كمان لقد غمرني وما زلت غارق في الحب المتدفق والدعم الهائل واللطف من جميع أنحاء العالم. طبعا كل الرجال
في جميع انحاء الكوكب بيدعموا عمنا جوني ديب، واقفين معاه وفرحانين له ان هو كسب القضيه قدام الست اللي افترت عليه عيني ظلم واتهمته بالعنف الاسري، وطلعت هي اللي مفتريه وهي اللي كانت بتضربه وهو طلع طيب وغلبان.